السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وتكونوا ان شاء الله في احسن الاحوال، ويلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله على خير. كيف ما كتشوفوا معايا غادي نشارك معكم واحد الكريم خطير جدا، وصفه رائعه. الوصفه اللي غادي نشارك معكم اليوم غادي تكون كريم تبيض وتفتح البشره، كريم البطاطيس والكركم، من اروع الوصفات اللي غادي تفتح لك البشره ديالك بطريقه طبيعيه وامنه، والنتيجه ديالها عن تجربه رائعه، كتحيد البقع الداكنه وكتوحد اللون ديال البشره، فعلا زوينه بزاف وكتستحق تجربه. غادي نخليكم مع المكونات وطريقه تحضير الوصفه. كيف ما كتلاحظوا معايا غادي نحتاجوا الارز الابيض بحال هذا، ضروري يكون الابيض بحال هذا لان كيتوفر على النشا كثير. كيف ما كتعرفوا على الارز راه كيفتح البشره وكيعزز انتاج الكولاجين ومضاد للشيخوخه وسريع في التبييض، كيخلي البشره ديالك مشرقه. المهم غادي نحتاجوا تقريبا واحد جوج معالق حتى ثلاثه ديال المعالق ديال الارز الابيض، وغادي ناخذوا شي اناء وغادي نغسلوا هذا نديروا فيه هذا الارز هذا كيف ما كتلاحظوا معايا. وضروري ضروري البنات تغسلوا، ضروري من الغسيل ديال الارز تغسلوه مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. انا غادي نغسلوه مزيان، غادي ديروا ليه شويه الماء وغادي تحركوا مزيان حتى يتغسل مزيان، ضروري الغسيل. المهم من بعد ما غسلته كيف ما كتلاحظوا معايا صفيته وحيدت هذاك الماء. دابا غادي ندوز نجيب الماء العادي كيف ما كتلاحظوا معايا، تقريبا كاس ديال الماء، وغادي نضيفه على داك الارز كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نخليه تقريبا 24 ساعه حتى يطلق ليا هذاك النشا والارز يطلق هذوك المكونات ديالو كاملين يطلقهم. مده ديال 24 ساعه ضروري ترقدوه ليله كامله باش هكا يعطينا دوك المنافع ديالو. وكيف ما كتلاحظوا معايا من بعد ما رقدته تقريبا 24 ساعه، انا كنت وجدته من قبل كيف ما كتشوفوا معايا، غادي توقعوا تحركوه البنات مزيان، حركوه واحد المده ديال 4 دقائق ولا 5 دقائق حتى يزيد يطلق هذاك النشا ديالو كيف ما كتشوفوا معايا على الصوره. ومن بعد غادي نجيبو شي صفايه وغادي نصفيه، وغادي نحتاجو حنا غير لهذاك الماء ديالو. والارز بطبيعه الحال اللي غادي يشيط لكم راه غادي ديروا به الكوماج ولا غادي تستعملوه ايضا الوجه ديالكم مع طحنه، وديروه مع ضانو المسوس ايضا راه مفيد للبشره، كيوحد اللون ديال البشره. المهم من بعد ما صفيتو كيف ما كتلاحظوا معايا على الصوره، غادي نحتاج غير لهذاك الماء اللي يطلق فيه النشا ديالو الارز، والمنافع ديال الارز كامله كتوقف هذا الماء هذا كيف ما كتشوفوا معايا. ودابا غادي نحتاجو المكون الرئيسي والاساسي اللي غادي يكون هو البطاطا العاديه، يفضل تكون البطاطا بحال هكا البيضاء لان كيكون فيها نشا كثير، واحد النشا اكثر بالزيت. المهم غادي نحتاجو هاد البطاطا هذه، غادي نقشروها وغادي نقطعوها مربعات كيف ما كتعرفوا على البطاطا راه خطيره جدا، في طبيعيه جدا كتفتح البشره من اول استخدام، وكتعطي وكتحيد البقع البنيه اللي كتكون في الوجه ديالنا داك السواد اللي كيكون حتى في العنق ديالنا ولا في الركب ديالنا، والتصبغات الجلديه ايضا اللي كتكون في البشره ديالنا، الصراحه خطيره جدا وايضا كتخفف من الهالات السوداء. المهم غادي نحتاجو البطاطا كيف ما كتشوفوا معايا، غادي نقطعها كمربعات، وغادي نجيب داك الماء ديال الارز اللي نقعته في الارز، داك الماء اللي ديال الارز اللي صفيناه، وغادي نضيفوها على البطاطا وغادي نديروها واحد المده ديال 5 دقائق ولا تقريبا 8 دقائق حتى طيب فيه هذاك، وسدوا عليها باش ما يتبخرش لكم هذاك المنافع ديالو حتى طيب في هذاك الماء ديال الارز كيف ما كتشوفوا معايا.
من بعد البنات من بعد غادي نصفي هذاك الماء ديال البطاطا اللي هو ديال الارز، غادي نصفيه وغادي نعزل كل حاجة بوحديتها. ومن بعد غادي ندير البطاطا في الميكسور، وغادي نضيف عليها داك الماء ديال الارز باش غادي نطحنها ونحصل على واحد الكريم كيف ما كتلاحظوا معايا. دابا انا ضفت هذاك الماء كيف ما كتشوفوا، وغادي نحتاج الملعقة صغيرة ديال الكركم، يكون طبيعي عرق، طحنوا على يديكم لانه بديل الكريمات الصراحة الغالية كيصايبوا به الكريمات الغالية اللي كتفتح البشرة بزاف وكتحيد حتى الكلف والنمش اللي كيكون في الوجه. كيف ما كتعرفوا على الكركم خطير جدا، كيفتح بسرعة. وايضا تقدري تستعملي الخرقوم للجسم ديالك، عندي بزاف ديال الوصفات في القناة ديالي. الجسم ديالك كيفتح بطريقة خيالية، كيحيد النمش وكيحيد البقع لك والجلد ديالك كتكون في الجلد، تقدري تستعمليه للركاب ديالك، العنق ديالك، كيحيد التصبغات بشكل خطير جدا وفعال البنات، وكيرطب البشرة ومضاد هائل للشيخوخة. من بعد ما ضفت ملعقه صغيره ديال الكركم على هذا الخليط هذا وطحنت كل شيء، المهم البنات غادي نجمعوا هذه الوصفه هذه كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد ما خلطتها حتى حصلت على واحد الكريم كيف ما كتشوفوه معايا، خاصو يجي خاطر شي شويه كيف ما كتلاحظوا معايا بحال هكا. شوفوا القوام ديالو كيفاش داير خطير البنات، كننصحكم وصفة طبيعية وناجحة وآمنة، تقدر تستعمليها البشرة الحساسة وتستعملها البشرة العادية وكتفتح وكتبيض البشرة، خطيرة هاد الوصفة البنات، كننصحكم بها عن تجربة، كتوحد اللون ديال البشرة وتقدروا تستعملوها حتى الجسم ديالكم. بالنسبة للناس اللي عندهم تصبغات في الجلد في الجسم ديالهم راه كتوحد اللون ديال البشرة. المهم البنات هاد الوصفة هذه غادي نضيفوا فيها بعض المكونات بحال جيل الصبار اللي ما كيتوفرش على جيل الصبار، يضيف زيت اللوز الحلو ولا زيت أرغان، يعني أي حاجة طبيعية من الزيوت الفعالة للوجه هو زيت أرغان وزيت زيت اللوز الحلو اللي ما كيتوفرش على هاد الجيل ديال الصبار، يضيف زيت الأرغان ولا زيت اللوز الحلو. وأيضا اللي الحامض اللي عنده الحساسية ديال الحامض غادي نضيفه قطرات ثلاثة أو الأربعة القطرات ديال الحامض. اللي عنده الحساسية ما تضيفش الحامض نهائيا لأنه كيهيج لها البشرة ديالها، واللي ما عندهش الحساسية بالصحة والراحة لأن الحامض مبيض خطير جدا للبشرة. المهم غادي نحرك هذاك الحامض وجيل الصبار مزيان مع الوصفة كيف ما كتشوفوا حتى يندمجوا مزيان مع بعضهم، غادي نحركهم حتى يندمجوا كيف ما كتلاحظوا معايا. كريم خطير البنات، حصلت عليه دائما ما كيخطانيش، فعلا زوين بزاف. من بعد البنات ما غادي تحصلوا على هذا الكريم غادي تجيبوا شي اناء يكون ديال الدجاج ويكون معقم، ما يكونش فيه قطره الماء نهائيا، ما يكونش فيه حتى شي قطره الماء، وغادي ديروه كيف ما كتلاحظوا معايا في شي اناء، وغادي تحتفظوا به في الثلاجه لمده 3 أيام فقط لانه كيفسد. ديروا القياس اللي غادي قدكم فقط، ومن بعد عاود تاني القياس ديالكم. والطريقه باش غادي نستعملوا هذه الوصفه هذه غادي ديروها يوميا مده اسبوع على البشره مده تقريبا 40 دقيقه ولا نص ساعه تقريبا يوميا حتى تدوز مده ديال الاسبوع، وتستعملوها جوج مرات او ثلاثه المرات في الاسبوع فقط، لانه ما تخافوش ما غايدير لكم حتى شي حاجه، ما تخافوش من الوصفه خطيره جدا ورائعه للبشره. استعملوها ثلاثة المرات في الأسبوع
وفي الأسبوع الأول ديروها يوميا تقريبا، يوميا مدة نص ساعة، ومن بعد أسبوع استعملوها كل مرة، كل أسبوع جوج مرات حتى ثلاثة المرات، وتقدروا تستعملوها للعنق ديالكم، وتستعملوها لليدين ديالكم والوجه ديالكم والجسم ديالكم، اللي عنده ليطاش في الجسم ديالو كنصح بها، لأنها كتحيد البقع الداكنة وكتوحد اللون ديال البشرة، خطيرة، وكتحيد النمش، وكتحيد حتى الكلف والتصبغات الجلدية. راه وصفة فعالة جدا في تفتيح وتبييض الجسم وحتى الوجه. وبالصحة والراحة، وغادي نقول لكم خليتكم على خير مع فيديو جديد، وصفة جديدة ان شاء الله. وما تنسوش البنات اللي مازال ما تابوناش في لاشين ديالي، تابونا مرحبا به في العائلة. وغادي نقول لكم خليتكم على خير ان شاء الله مع وصفة جديدة. السلام عليكم.